بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا، فقرة سهم وكوس، ومنورني المحلل الرياضي الأستاذ محمد سعيد. يا أستاذ محمد، نهارك أبيض وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا يا خالد، وكل سنة وأنت طيب وكل المصريين بخير، وألف مبروك لنادي الزمالك بطولة أفريقيا للطايرة. يوم جميل كده، أعياد وبطولات، يعني يا رب دايما كده ان شاء الله. بتمنى انها تستمر يا بقى رب الفتره الجايه باذن الله يا استاذ محمد. طيب، في البدايه النهارده اكيد نادي الزمالك عنده ماتش مهم جدا، ماتش في نفس الوقت صعب جدا، مع خصم ماشي كويس في الفتره الاخيره. صحيح. غير كده هو الماتش طبعا مهم، بروفا قويه جدا لماتش نهضه البركان. غير كده طبعا احنا بنتكلم ان بطوله الدوري بطوله مهمه، بطولة مهمة لنادي الزمالك، عايز يكمل فيها، عايز يستعيد اللقب، بيلعب باسمه ولسه ما لماش الفوطة، لسه بدري جدا، لسه النقط متاحة جدا ان انت تكمل، والفوارق بسيطة جدا بينك وبين المنافسين. فالزمالك هيلعب عايز يكسب، عايز يطمن على لعيبته، عايز يدي فرصة كتيرة للبدلاء، فان شاء الله باذن الله يعني يكون موفق النهارده ويقدر يحقق الفوز. شايف النهارده ممكن نشوف يعني اسماء جديده او وجوه جديده النهارده؟ انت عندك في خط الدفاع مثلا في احمد رفاعي اكيد موجود مع ياسر حامد، وموجود حمد مع حسام، يعني حسام النهارده احنا بنتكلم اكيد هيبقى موجود في التشكيله الاساسيه. تفتكر بقى ممكن احمد رفاعي ممكن يبقى ليه دور النهارده؟ يعني اتمنى ان احنا نشوف، احنا شفناه في لقطات كتير وشفناه في ماتش ولا الشباب. ياسر حامد باعتباره هو اللي موجود معاك برضه في الكونفدراليه؟ ياسر طبعا هيبقى الاولويه. انا وحتى لو ياسر مش موجود، انا ما احبش ادي ناشئ اول ماتش من البدايه، خصوصا في مركز حساس زي مراكز خط الدفاع. فانت تبقى عايز تديله، لا تديله وانت مطمن شويه للنتيجه، او تشوف تجس كده النبض بتاع الماتش، تشوف الدنيا. فياسر طبعا لعيب دولي برضه في الاول وفي الاخر، وشارك معاك قبل كده في ماتش ابو سليم وظهر بشكل كويس. يمكن ما خدش فرصه كتير بسبب تالق حمزه المسروسي وحسام عبد المجيد، ده مش شيء يعيبه، لكن هو موجود وبيتدرب كويس، ووقت ما الزمالك يحتاجه ان شاء الله يقدر يساند ويظهر بشكل كويس. وفي نفس الوقت تقدر تدي فرصه لاحمد رفاعي في الشوط الثاني، زي كده ما موتيابا دخل مع الفريق واحده بواحده. كل الناشئين عامه او كل اللعيبه الشباب لما بيتم تصعيدها بتاخد فرص، ما بتبقاش اللي هو زي ما بقول لك ما تحرقوش، ما تبداش بيه ماتش وانت مريح عناصر مهمه جدا فتعمل عليه لود، لا انت تبدا بياسر حمد ورفاعي ياخد في وسط الماتش ان شاء الله. بالظبط، دي كمان مباراه الدور الاول. صحيح، اللي انتهت يعني بفوز كبير، امتع مباراه قدمها الزمالك في الدوري السنه دي. الزمالك بالظبط، وكان نادي الزمالك من اول ثلاث دقائق كان الجون الاولاني وبعد كده الثاني. فالنهارده برضو شفت ازاي قرار برضو ان هو النهارده رايح حمزه المسلوسي، برضو راجل ما ريحش الفتره اللي فاتت. فالنهارده برضو ده من الحاجات الايجابيه، عشان انت عارف احنا النهارده بنلعب ماتش النهارده، بس اللعيبه واحنا كجمهور غصب عننا انت أكيد بتفكر في ماتش نادي البركان. اكيد حمزه من اللعيبه اللي يعني تقدر تقول ان هو لعب 100% من الماتشات مع الزمالك السنه دي، اللعيبه تقريبا الوحيد اللي ما غابش عن اي مباراه، حتى عواد نفسه كان بيريح، صبحي كان بيشارك، لكن حمزه ما شاء الله عليه، يعني بنسميه حمزه رجوله من كتر ما هو فعلا لعيب يعتمد عليه. العب يا حمزه باك يمين ما فيش مشكله. صحيح، مساك يادي ويشيلك وما فيش واهداف كمان وأهداف مؤثره. مؤثره بالزبط. يعني بالزبط. مشاركه هو اللي فتح لك الماتش في ماتش دريمز، ماتش دريمز وارتا سولار وفيوتشر. يعني بطوله الكونفدراليه حمزه المسلوسي لما ربنا ان شاء الله يكرم الزمالك وياخدها هيبقى ليه دور كبير قوي في الفوز بيها يعني. فراحته كانت شيء مهم، وانا عاجبني كمان انه جوميز مش بس بيعمل ده مع حمزه او بيعمل ده بشكل ممنهج او بشكل منظم. يعني الماتش اللي فات في مجموعه ريحت، مجموعه ما بداتش، النهارده بنشوف ان زيزو ممكن هيريح احمد فتوح حمزه. فده صح، ده انت خايف على لعيبتك، بتقدر تحمي اكبر قدر منهم عشان المباراه الاهم في يمكن هي المباراه الاهم في السيزون، مباراه نهضه البركان في المغرب تحديدا هتبقى هي الاهم والاصعب، وان شاء الله باذن الله يعني الخطه دي تقدر تؤتي ثمارها والزمالك يحقق فوز هناك. طب فريق سموحه كسبان اخر ماتشين على البلديه وبعد كده على المقاولين العرب في ملعبه، شايف النهارده برضه ده ممكن يديله يعني حافز ان هو برضه يبقى عايز يكمل يعني مسيره الانتصارات اللي هو محققها الفتره الاخيره؟ اكيد كل فريق ليه حق مشروع ان هو يطمع في الفوز، وخصوصا زي ما انت بتقول هم محققين انتصارات قبل كده والحاله المعنويه عندهم مرتفعه، في نفس الوقت عايزين يستغلوا فكره ان زي ما انت بتقول ممكن يكون في اذهان اللعيبه ان انا مش مفكر في الماتش، لكن برضه الزمالك يعني فريق كبير وبيلعب باسمه وبيلعب وكل اللعيبه اللي فيه حتى بديل شباب لعيبه كلها كبيره، كلها لعيبه اساسيه وكلها تقدر تشارك في اي وقت وتقدر تادي. فلا يعني برضه هيبقى الزمالك ليه اليد العليا في الماتش النهارده، حتى رغم ان سموحه في حاله فوقان زي ما بنقول. بالظبط، لو هنتكلم عن ابرز يعني نقاط القوه والضعف في نادي سموحه،
من وجهه نظرك لو هنتكلم عن الجزء الهجومي في نادي سموحه، شايف يعني انا بشوف مين اكتر اللعيبه؟ طبعا حسام حسن احنا عارفين اللي هو بالظبط، هو بيجي مع سموحه يعني هو كميته بتبقى كويسه مع سموحه يعني لعيب هداف ولعيب كبير جدا، بس انا بشوف ان اكتر حاجه يعني حتى في ماتش المقاولين لو ركزت سموحه فريق بقى له فتره كده بيلعب للدقيقه الاخيره. يعني انت في ماتش البنك الاهلي اللي فات الزمالك لما كان لعب البنك الاهلي رغم ان البنك الاهلي كان ناقص عدديه من الدقيقه 65 تقريبا فضل مهددك، يمكن انت اهدرت فرص بسهوله وكتير. سموحه من الفرق اللي ما ينفعش تطمن لها لحد اخر دقيقه في الماتش، وعندهم الجزء البدني كويس بالظبط. هيكملوا بعد ال 90 ما عندهمش مشكله. فالزمالك لو عايز يامن نفسه فعلا لازم يخطف انتصار كده زي ماتش الدور الاول بالظبط، اجيب الجون الاول واكمل بالثاني والثالث والرابع ما اعرفش يعني. سموحه ما ينفعش تطمن له، ما ينفعش تلعب على الواحد صفر زي ما بيقولوا معاه، لان هم لا لعيبه قتاليه جدا وطماعين طمعانين جدا في الماتش، لان هم عايزين زي ما انت بتقول يكملوا انتصارات، يحسنوا مركزهم يعني متاخرين في الجدول وعايزين يطمنوا يبقوا في نص الجدول من بدري. فلا هيبقى ماتش صعب على الزمالك، فلازم الزمالك يركز جدا في خصوصا كمان لما انت بتتكلم غياب زيزو وفتوح. احنا شفنا ان قدام فريق دريمز زيزو وفتوح من 0-0 في القاهره بمعاناه ل 3-0 في ملعبهم يفرقوا يقلبوا الملعب كله بالظبط. فاتمنى ان شاء الله ان الزمالك يعمل حساب قوي جدا لسموحه النهارده ويقدر يسدد. من خلال يعني رؤيتك الفنيه لسموحه يعني في بطوله الدوري، شايف نادي الزمالك ايه نقط الضعف اللي ممكن نادي الزمالك يستغلها بقى مع نادي سموحه النهارده في المباراه؟ سموحه عنده مشكله دايما في الخط الدفاع ما بين دايما الباكات والمساك والظهير، دايما في مساحات في مكان. لو كان زيزو كان موجود في الماتش ده كان هيستغل جدا الفكره دي ويتقدم ويعمل عرضيات وكده. كمان حراسه المرمى عندهم مش احسن حاجه، فلازم الزمالك يكثف من التصويبات عرضيات. ممكن اللعيبه المهاريه عندهم هاني سليمان يعني استعمال خبرات كبيره قوي في الدوري، بس يعني مش ما عادش بقى زي الاول، ممكن ما يكونش موفق يعني والسنه دي مش في احسن مستوياته يعني زي ما بيقولوا. انا حتى استغربت ما هو كان بيسالوه على في المنتخب نفسه فحط نفسه رقم 2 وبتاع في المنتخب، لا عندنا ارقام يعني فاهمني. هاني هاني على فكره السنه اللي فاتت واللي قبلها كان عامل اداء كويس، كان السنه دي مش احسن حاجه رغم ان هو الماتشين اللي فاتوا بصراحه برضه كان مؤثر مع الفريق وخصوصا في ماتش المقاولين يعني شال جوان كتير في الماتش. فبرضه اتمنى ان الزمالك يستغل الفكره دي ويلعب كتير على التصويبات، لان في غياب زيزو وفي غياب فتوح العرضيات هتقل جدا. فانت لازم تبدا تلعب على اختراقات من العمق، لازم تبدا على تصويبات كتير يعني. طب سموحه كان اخر ماتش ليه انت عارف كان الاسبوع اللي فات، لعب بالحد اللي فات يعني الاسبوع نادي الزمالك لعب حد وخميس، فبرضه ده ممكن يدي نادي سموحه افضليه شويه او افضليه اكتر بالذات في العمل البدني. ما هو انت ما هو الزمالك بدا ما خد بالك الزمالك انت بتقول يعني ماتش البنك الاهلي كان البنك الاهلي يعني هو كان ند شويه حتى هو ناقص عشان برضه الاجهاد وموضوع السفر وموضوع ضغط الماتشات كل ده اثر زي ما انت شفت. مصطفى شلبي اتصاب، مصطفى الزناني اتصاب، كلها اصابات عضليه بشد بالظبط، كلها اصابات عضليه بسبب يعني مش بسبب تدخلات او بسبب كرات مشتركه يعني مفيش ولا كره مشتركه في الصوره. بس ما برضه هو ده اللي جوميز بيعمله ان هو بيخفف الاحمال على اللعيبه، ده يشارك ده يريح. ممكن في لعيبه مثلا سامسون انت مش هتشوفه النهارده من البدايه، اعتقد انه هيبدا بالجزيري، اعتقد ناصر منسي هيبقى ليه دور. فناصر منسي مثلا في الماتش اللي فات لعب 10 دقايق بس، فهي زي ما بيقولوا كده جرعات، كل لعيب بياخد نسبة مشاركة محددة وده شيء أكيد محسوب من الجهاز الفني. هيبقى في ضغط في لعيبة، طبعا حسام عبد المجيد بيشارك بانتظام وهيبقى موجود النهارده، عليه طبعا لود كبير، بس ده بقى بيرجع لدور الاستشفاء والتعامل الصحيح من الجهاز الفني. لا يعني أعتقد مش هيبقى مؤثر بس مش بشكل كبير على اللعيبة إن شاء الله. لسه هكمل معاك التفاصيل الفنية لماتش النهارده، بس خلينا نروح ناخد توقعات جمهور نادي الزمالك لمباراة نادي الزمالك ونادي سموحة ونرجع مرة ثانية. توقعاتك لمباراة الزمالك وسموحة وقولي مين اللي هيجيب الأهداف ورسالة كده للعيبة تقول لهم ايه؟ إن شاء الله يعني سموحة فريق كويس، بس أنا توقعاتي إن الزمالك هيفوز بسكور كبير، وإن شاء الله اللي هيجيب توقعات الأهداف اللي هيجيب الأهداف زيزو، وإن شاء الله بالتوفيق لعبد الله السعيد كمان أتمنى إن هو يجيب أهداف. أحب أوجه رسالة للعيبة إنهم يعني هم أدوا أداء كويس في الكونفدرالية وان شاء الله يستمروا على الاداء ده ويقدموا احسن ما عندهم ان شاء الله. هو ان شاء الله زيزو يعني كده كده باذن الله يا اما اسيست يا اما جون كالعاده يعني. لا اللعيبه يعني والله المفروض ان هي مش محتاجين رساله يعني، هم كده كده حاسين بالموقف اللي هم فيه، واتمنى يعني اللي هم يعني يكونوا قد المسؤوليه اللي هم فيها
بس وان شاء الله احنا واثقين فيهم يعني زياده والله. طبعا رساله اللعيبه يا ريت نستمر على الاداء المميز. طبعا كل الصفقات بتلعب معانا في الدوري بخلاف البطولات الافريقيه اللي فيه لعيبه طبعا كانت لعبت مع انديه ثانيه. فاستمرارا طبعا ان شاء الله الجهاز الفني بدا يحط ايديه على المراكز معانا في الفريق. في طبعا عناصر تكون مؤثره في الماتش بتاع بكره باذن الله. الزمالك ان شاء الله يكسب بكره 2-0. اتمنى ان الفرقه بكره تواصل انتصاراتها لان ماتش سموحه ده مهم جدا جدا في الدوري. ثم اتمنى ان الزمالك يستلهم ويستحضر روح الزمالك اللي خدوا الكونفدراليه 2019 من نهضه بركان المغربي، لان فريق لا يستهان به، فريق قوي، فريق جامد. واعتقد ان احنا بس نفوز الشوط الاولاني هناك ونخرج باقل نتيجه وافضل نتيجه عشان النهائي باذن الله في القاهره هنا يوم 19 مايو. يعني هي توقعات عموما ايجابيه. انا شايف ان في طفره كبيره جدا حصلت الفريق. اما مجلس الاداره قال للزمالك اولا دي ريحتني كتير جدا، دي في غايه الاهميه هذا الكلام. احنا لو قلنا لنادي الزمالك بقاله اكتر من 20 سنه ما خدش بطوله افريقيا والفريق كان متراجع، فاعتقد ان التدعيمات التي جرت في الشتاء اللي فات ده تدعيمات كانت مهمه جدا باللعيبه، كواليتي اللعيبه. ان شاء الله الزمالك هيفوز 2-0 واللي هيجيب الاهداف ان شاء الله زيزو وسامسون ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقكم وان شاء الله في منتظرينكم بقى في المهمه الكبيره في الكونفدراليه ان شاء الله. يا يعني استاذ محمد، اخد من كلام واحد من جمهورنا زي ما انت شفت على سامسون اكينول. سامسون بصراحه مقدم زي ما انت شايف يعني مستوى مميز مع نادي الزمالك تحديدا اخر ماتشين. الراجل جايب جون في نادي دريمز الغاني، كان جون برده يعني كان هدف التخليص بالنسبه للمباراه، وكان السبب في ركلة الجزاء لنادي الزمالك حصل عليها في ماتش البنك الاهلي، وبسببها نادي الزمالك يعني حصد بقى كان ثلاث نقط مهمين جدا. والله يا سامسون انا بحس ان هو صفقة اتظلمت شوية يعني. هو ممكن هو برضه ظلم نفسه في جزئية، بس هو لما تيجي تبص على سامسون في أي مشاركة ليه هو دايما بيأدي عليه. يعني في وسط مثلا غياب كبير جدا نزل في ماتش بيراميدز في الكاس في وقت الإضافي، الراجل نزل عمل جون واشتغل وجاب لك اللعبه كلها اللي عملها ما كانتش متوقعه بالظبط يعني. هو بقى الفكره في كده، هو لعيب عنده امكانيات بس يعني ممكن قدراته البدنيه هو مقصر في حق نفسه شويه، فده اثر عليه الموسم اللي فات. فانت بتقدر دلوقتي تستفيد منه اكبر استفاده طالما الراجل بيأدي ويشارك وزي ما انت بتقول انا اللي طالبه من راس الحربه ايه بالنسبه لي، ينزل هات لي جول، هات لي ضربه جزاء، يصنع هدف، ما فيش مشكله خلاص. يبقى الراجل ده انا شايف ان جوميز بصراحه ده برده شغل جوميز في حاجات كتير، وبيفضي مساحات برده لزمايله. صحيح يعني سامسون مع جوميز ما بيلعبش مهاجم، هو دايما بيلعب يا اما 9 ونص، ساعات تشوفه بينزل يستلم في نص الملعب كتير جدا. ماتش دريمز سامسون كان اللعيب اللي فارق جدا مع الزمالك في انه موقف خط دفاع دريمز عنده الوان تاتش او لمسه واحده مميزه بصراحه. دريمز كان بيلعب قدامك بثلاثه في الدفاع وقدامهم واحد هو اللي بيستلم من الدفاع ويتحرك، الواحد ده غلب بسبب سامسون. هم كانوا مش بيطلعوا بالكوره خالص من تحت على الارض، كان دايما يرمي كوره على الجنبين او يعلق كوره عاليه بسبب ضغط سامسون وزياد كمال في الشوط الاول على اللعيب اللي قدام الثلاثه ده. فده دور يعني ده دور مهم جدا للعيب، يعني ممكن تقول لا اللعيب عنده وعي تكتيكي، اللعيب على فكره بيستلم ويسلم بشكل كويس جدا. فانت حقق اكبر استفاده منه واديله ماتشات الدوري موجوده، وفي نفس الوقت هو في افريقيا ما الراجل ما قصرش يعني. فاحنا مبسوطين طبعا بتطور مستواه، نتمنى يبقى احسن من كده، ان هو كمان يعني يعمل احسن من كده واكتر من كده وعايزين منه اكتر ويفضل كده، وخصوصا ان هو سنه صغير يعني. صحيح. انت كمل ودوس، وياما لعيبه في المواسم الاولانيه بتاعتها اتظلمت والموسم الثاني تحول رهيب. عندنا فلافيو يعني اكبر مثال شفناه في مصر هنا. صحيح. لعيب في سنه كامله جاب جول بالعافيه، لا سامسون في اول سنه جاب 5 تجوال وصنع 2، فيعني تقدر تقول ان هو ممكن يدينا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يقدر يكمل ويفضل مكمل على المستوى ده ويحقق مع الزمالك اكتر واكتر باذن الله يا استاذ محمد. طيب شايف النهارده مستر جوميز هل يلعب باكبر عدد من اللعيبه الاساسيه اللي هم هيلعبوا ماتش نهضه بركان، ولا يريح اغلبيه اللعيبه ويدي فرص؟ لا انا مع التوازن عامه. انت في فكره في ايه؟ انا دلوقتي في زي ما انا بقول لك كده، هي محطوط خطه احمال. لعيب خد 90 دقيقه في ماتش ما ينفعش الماتش اللي وراه زي زيزو كده مثلا، يعني زيزو خارج الماتش اللي فات بيعاني يعني، كان شكله تعبان بدنيا جدا بسبب زي ما انت بتقول سافر بتلعب في اسبوع او في 8 ايام بتلعب 3 ماتشات، ده ضغط كبير جدا. فلا في مراكز اقدر اريح فيها لعيبه، يعني لعيب زي عمر جابر مثلا. عمر جابر ما لعبش ماتش دريمز اللي في القاهره
فلما يسافر في غانا ويلعب دريمز هناك ويلعب بعدها البنك الاهلي مفيش مشكله، لكن لعيب مثلا يلعب 3 ماتشات او 4 ماتشات في حوالي 8 ايام ده شيء مرهق جدا. فهي بتبقى الاختيارات كده بالظبط، زائد طبعا حسبه فنيه ان انا في اماكن ما اقدرش اخد فيها ريسك ان انا لعيب بديل غايب عن الملاعب بقاله كتير. يعني فتوح مثلا برضو من عناصر الاصابات اللي بتفرق، يعني بتكون في حسبه الجهاز الفني. فتوح جاب عن ماتش دريمز هنا بسبب الاصابه، صحيح. فلما اروح العبه في غانا 90 دقيقه ويأدي واجي العبه قدام البنك الاهلي ما ينفعش ادي له احمال زياده اكتر من كده عشان الاصابه ما ترجعلوش تاني. انت عايز يعني حتى لو هيلعب حد يبقى الناس اللي رجليها في الملعب اوريدي بالظبط كده، او اللي خدت يعني ممكن زياد كمال، انت قلت الوصف الصح، رجليه في الملعب بالظبط كده. يعني لعيب زياد كمال عندك، مهاب ياسر برضه راجل ودي لعيبه كويسه جدا وتقدر تأدي، وانت كنت بتستعين بيها في ماتشات مهمه. مهاب ياسر ده نزل في ماتش فيوتشر اللي هو الاياب خسر 1-1 بس رجع فيوتشر دي كلها في نص ملعب صحيح، ورجعهم وقفهم بدل مكانه هيجيبوا الثاني، رجعوا انت اللي جبت الجون التعادل. عشان دايما بياخد الكره وبيروح لقدام لا وجريء. انا عجبني في مهاب ان هو جريء وجسمه صغير شويه بس جريء ولمسته كويسه وبيعدي واحد على واحد كويس. فاحنا نتمنى نشوف احمد عاطف نزل الماتش اللي فات ما خدش وقت كتير بس ممكن نشوفه النهارده ثاني برضه. متيابة مثلا رجليه برضه في الملعب متيابة بالظبط ولاعيب كويس جدا وانا شايف ان هو يعني لما ياخد وقت وخبرات، ده لسه صغير جدا في السن، يعني لما ياخد وقت وخبرات هيديك وهيبقى مفيد جدا في ماتشات زي دي. طب انت شايف مين ممكن يقدر يعوض غياب مصطفى شلبي في مباراة نادي بركان؟ في نهضة بركان يعني اعتقد متيابة هيكون في اعتماد عليه، وفي نفس الوقت انت ممكن تلعب بابراهيم انضاي. يعني انا اعتقد ان هو يلعب النهارده بابراهيم انضاي على الشمال بس مش جناح، يعني اعتقد ممكن يلعب باك بابراهيم انضاي زي ما عمل في ماتش دريمز هنا. وفي وسط الماتش ممكن يطلعه جناح كتجربه لفكره نهضة بركان. انا برضو عايز اقول لك اللي احنا اتاكدنا ان النهارده مهاب ياسر وعاطف مش موجودين، مش في السكور بالظبط مش موجودين في قائمه نادي الزمالك، فممكن ترافيس متيابة اكيد بقى كده او ابراهيم انضاي هم بالظبط. لا بس لو هنلعب جناح شمال مكان مصطفى شلبي هيبقى ابراهيم انضاي يعني بشكل كبير. وعلى فكره ابراهيم انضاي في الماتش بتاع دريمز هنا وكان احسن لعيب في الزمالك. انا عايز اسالك برضو، تفتكر ايه قناعات الراجل ان هو يعني فجاه تلاقيه بيلعب لعيب ماتش وماتشين فجاه تلاقيه بره خالص، فجاه تلاقيه بيديه فجاه تلاقيه بره خالص؟ انت بتتكلم في مدرب جه في شهر يناير يعني جه في شهر يناير ما صفقات جديده بعد ايقاف قيد ونتائج سلبيه، فالراجل لسه فعلا لحد دلوقتي قناعاته ما اكتملتش مع اللعيبه كلها اكيد. يعني في لعيبه مثلا ما فيش مدرب يختلف عبد الله وناصر واحمد ناصر ماهر دي لعيبه المدرب شيكابالا المدرب هيشوفه هيبقى فاهم هو بيعمل ايه، لكن انا جايب لي انا مثلا متعاقد مع لعيب عنده 18 سنه ولسه بجرب وبشوف متيابه مثلا بتجرب وبتشوف الدنيا معاه عامله ازاي. لعيب اشتريته زي زياد كمال قعد شهرين مصاب فكل ده المدرب بيبقى برضه مش ما عندوش الفكره ان هو كان في لعيبه خدت فرصه ولعبت واثبتت، فالراجل برضه ما بيحبش يغير في بعض المراكز اللي موجوده. صحيح ده 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 الفورم اللي المفروض اي مدرب يكون ماشي بيه، فمش كل اللعيبه بتتعامل معامله واحده. يعني هو نفسه حتى في حراسه المرمى لو تاخد بالك في بدايه تعامله كان كنت ممكن تقول ان هو متردد انه بيلعب شويه صبحي شويه عواد، عواد كان بيلعب في البطولات الخارجيه وصبحي بيلعب في الدوري لحد ما بدات يستقر على حد معين. لا ده عواد انا خلاص انا مكمل معاه. فحتى الان انا شايف جوزيه جوميز محقق كل اللي مطلوب منه وقادر ان هو يدخل اللعيبه كتيره في الفورمه. احنا نشوف النهارده نسخه لدونجا، دونجا مش ده دونجا اللي الزمالك جابه في الاول خالص قعد موسم ونص تاني، ده دونجا نسخه بيراميدز في الاول بالظبط لا وافضل يعني نسخه دلوقتي شايل دونجا شايل نص ملعب الزمالك لوحده. نفس الكلام على روح واداء واسيستات حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد دلوقتي في نهايه السيزون اللي فات حسام كان بيغلط غلطات يعني ما شفناهاش مع فيريرا خالص، حسام رجع للنسخه بتاعت فيريرا وبشكل احسن كمان. عواد على فكره برضو بدا يتطور وعالج اخطاء كتير كانت عنده ماتش دريمز، عواد شالك في الماتش في الشوط الاول تحديدا. فلا المدرب ده شغال بشكل فردي ومع جهازه تحديدا شغال مع لعيب اللعيب ده محتاج ايه وانا شايفه هيوصل لفين فانا بديله وقته وبقدر اشوف كل لعيب بامكانياته يقدر يحقق ايه. طب انت ليه ما اتكلمتش عن فكره ان ممكن سيد نيمار يبقى هو الجناح؟ يعني قلت متيابة او ابراهيم انضاي. انا شايف سيد كان بيلعبها ايام مستر فريرا، ده كان اساسا مركزه، يعني هو فريرا هو اللي جابه باك رايت. بس انا شايف يعني سيد نيمار مش موفق خالص الفتره اللي فاتت دي في فكره بس عايز ياخد بورت. عارف احنا ستة بص انت طالما انت عارف مستوى اللعيب وشفت اللعيب هو لعيب كويس جدا وقدم بيجي بعد كده فتره زي حسام بالظبط، ما جت عليه فتره في اواخر الموسم اللي فات كانت عليه فتره مش كانش موفق، لكن دلوقتي شفناه رجع لمستواه الطبيعي. فانا بتكلم نفس الموضوع ونفس الفكره
اللي تنطبق على سيد نيمار. انا بشوف ان سيد نيمار من اللعيبه اللي بتمسك كوره كويس وجريء ولاعيب حريف ولاعيب عنده حلول، وكان بدا طلوعه اصلا كان مفاجاه للكل في ماتش الاهلي بتاع 2-2 ده. صحيح. نزل قلب الملعب وكده، لكن هو بصراحه برضو يعني لازم يشتغل على نفسه احسن من كده. انا لما ابقى نازل في ماتش اهلي وزمالك والزمالك كسبان 2-1 واروح بكورتين على الجون من نفس المركز انت بتتكلم فيه، تأثير حتى انا لا يعني لازم يعيد حساباته شويه يفكر. لكن نضاي احنا شفناه في ماتش دريمز كل الخطوره كانت من ناحيته، رغم انه كان بيلعب باك مش جناح في الماتش، رغم ان كمان مجهوده البدني او حالته البدنيه وراجع من اصابه طويله لا فالافضليه بالنسبه لي هتبقى لنضاي، وخصوصا انا شايف ان نضاي ما خدش فرصه كامله في انه يلعب في المركز ده بسبب طبعا وجود مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لعيب كويس وثابت نفسه في المكان ده حتى لو بيقع فترات، لكن هو دايما هيبقى الاساس طبعا. فنضاي لا، مصطفى شلبي غاب، انا بالنسبه لي نضاي رقم 2 في المكان ده. نيمار ممكن استعين بيه كبديل لعمر جابر، اريح عمر جابر شويه، ممكن استعين بيه كبديل لنضاي بعد كده في الشوط الثاني، لكن ابدا بنضاي. طب النهارده في نص الملعب شايف التركيبه برضو هتبقى هي عبد الله واحمد حمدي ودونجا، ولا ممكن برضو اعتقد احمد حمدي ممكن ما يبداش، ممكن يريح احمد حمدي برضو مع مع فتوح وزيزو، بس هو طبعا بدون تفكير ممكن برضو يبدا بيهم. الراجل يقول لك انا النهارده دي بطوله يعني ودي بطوله وانا عايز اكسب الاثنين، بس انا حاسس ان هو عايز يريح احمد حمدي شويه. احمد حمدي على فكره الماتش اللي فات كان كويس جدا وظهر بشكل كويس، بس انت ممكن النهارده تشوف زياد كمال جنب دونجا وقدامهم عبد الله، صح كده؟ صح كده. عبد الله النهارده يلعب قدام بنسبه كبيره، ده هيبقى تفكيره. مع ان انا برجح جدا فكره ان عبد الله هو اللي يلعب 8، بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها لا، هو طبعا عبد الله نجم كبير، هيلعب 8 هيلعب 10، انت لو حطيته جناح هيأدي ما عندوش مشكله. اي نعم هو ما كانش بيحبها، هو قال لك انا لو طلب مني اقف جول هقف يعني. صحيح، هو لعيب كبير وخبرات وبتفرق والناس مش حاسه بتأثيره في الملعب، او الناس اللي مش فاهمه. بص على ارقامه، بص على ارقامه، بص على الكرات المشتركه، على الاستحواذ، على يعني نسبه التمريرات الصحيحه بالنسبه لعبد الله في الماتشات، هتلاقيها بمعدل محترم جدا يعني. عبد الله السعيد فيه ميزه حلوه قوي، من يوم ما بدا الكوره من ايام ما كان في الاسماعيلي انا بجد من اكتر اللعيبه اللي ما بيتكلمش، هو بيلعب. انت دلوقتي عمال تقول مالوش دايما تصريحات ولا بيخش في خناقات مع حد. بالظبط، انت 39 سنه وخلصت، الراجل جاي يلعب كوره يأدي يأثر، ينزل ماتش اهلي. يعني عبد الله السعيد في ماتش الاهلي هو اللي كان موقفك في نص ملعبك على رجل، بمجرد خروجه هو ناصر ماهر اثره جدا جدا، ساعتها الاهلي سيطر عليه، هو بدا وجاب ورجع في الماتش بسبب خروج عبد الله. فعبد الله السعيد تقل كبير قوي وخبرات كبيره لعيبه. يعني انا عجباني جدا الكيمياء اللي بين عبد الله السعيد تحديدا واحمد فتوح، بيخرجوا من مواقف ضغط عالي، لما منافس بيعمل عليك ضغط عالي عبد الله وفتوح ما يكونش عندهم اي مشكله ان هم يباصوا في ربع متر زي ما بيقولوا ويطلعوا بالكوره فيفضوا مساحات لزمايلهم، ناصر ماهر يستفيد، فتوح يستفيد، مصطفى شلبي. فماتش دريمز كانت قايمه اللعبه كلها على ان اعمل مساحات ضيقه كده واخلص باصات صغيره واطلع مصطفى شلبي. في الشوط الاول راح واحده واثنين منهم، واحده كان المفروض ياخد فيها ضربه جزاء وكده، فده دي لعبه بيعملها جوميز، للاسف مش عارف تستفيد من عبد الله في الكونفدراليه فيها، لكن في الدوري بتتعمل وبتعمل بشكل كويس جدا. فانا شايف ان عبد الله ممكن يبدا النهارده زي ما انت بتقول 10، لكن انا لو دايما عندي الفرصه ان العبه 8 هبدا بيه 8 لازم. بالنسبه لك النهارده المهاجم الصريح نادي الزمالك ممكن سامسون ياخد النهارده من البدايه والجزيري برضو تحافظ عليه؟ لا انا شايف ان الجزيري ولا ناصر منسي ممكن، لا الجزيري اللي يبدا ليه، مش عايز ابعده عن الملعب قوي انا. لو يعني ممكن ياخد فتره المهم انه يشارك، لازم ما ينفعش يريح ماتشين. لا انا بكلمك ان يبدا، اللي هيبدا غالبا هيبقى سامسون، هو في حاله فوقان ومكمل ودايس خلاص اديله، بس الجزيري لازم ياخد وقت. وناصر برضو، ناصر على فكره لعب مع الجزيري في ماتش دريمز ولعب في ماتش فيوتشر، نزلوا الاثنين، فممكن نشوف ان الجزيري مثلا ينزل في الشوط الثاني تلاقيه بيلعب تحت المهاجم وسامسون، او يبقى الجزيري مهاجم وسامسون تحتيه، او العكس ينزل ناصر يبقى ناصر تسعه وتحتيه الجزيري. فاعتقد المدرب هيبقى عنده خيارات، بس لازم الجزيري ياخد وقت، ما ينفعش يغيب فتره طويله كده. انت شايف ان لازم الجزيري ياخد جزء حتى النهارده من المباراه عشان يفضل رجليه في الملعب؟ هو بالزبط. اصلا هو لعيب من اللعيبه اللي بتفوق لما دايما يبقى في الملعب، هو دلوقتي فايق. بالظبط، هي الفتره بتاعته، لازم تستغله. صح، بالزبط. ده اللي انا اقصده. بالظبط. طيب تعالى نروح مع بعض لموضوع حلقتنا النهارده وناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، يعني توقعاتك النهارده ورسالتك للاعبي الزمالك قبل مواجهه سموحه من اجل مواصله مشوار بطوله الدوري العام. نبدا من عند محمود فايد، بنصبح عليك يا محمود، بيقول احب اقول للاعيبه الفريق انتوا ابطال وقد المسؤوليه، كملوا بنفس الروح واحنا وراكم ومش هنسيبكم، وان شاء الله تحققوا الثلاث نقط النهارده قدام نادي سموحه وتحققوا كمان بطوله الكونفدراليه، وكل الدعم ليكم يا ابطال.
يوسف مصطفى الفخراني بنصبح عليك يا يوسف، بيقول الدوري لسه في الملعب يا رجاله، مش عايزين نخسر نقط، عاوزين نواصل سلسله الانتصارات وبالتوفيق ان شاء الله. سامح عزت بنصبح عليك يا سامح، وبيقول يعني طبعا الروح والرجوله في الملعب، ودايما جمهور الزمالك في ظهركم، مش هيسيبكم ابدا، الكونفدراليه ان شاء الله في 100 عقبه يا زمالك. ايمن محمد بيقول صباح الفل، وان شاء الله الزمالك يكسب النهارده 3-0 باذن الله. يعني يا استاذ محمد باذن الله يعني اراء ورسائل جمهورنا النهارده كلهم متفائلين باذن الله نادي الزمالك يحقق نتيجه ايجابيه. رسالتك الاخيره للاعيبه نادي الزمالك النهارده قبل ماتش سموحه. العبوا الدوري بشكل قوي جدا، خدوا كل مباراه انها بطوله خاصه، يعني زي ما انت بتقول في تفكير غصب عنك هتبقى بتفكر في نهضه البركان، بس لا دي خطوه سلمه قبل ان شاء الله البطوله الكبيره. البروفه الاخيره يعتبر بروفه، وفي نفس الوقت انا الفرق بيني وبين المنافس في الدوري نقطتين، بيراميدز المتصدر لو انا كسبت ماتشات يبقى الفرق بيني ونقطتين، ولسه عندي مواجهه مباشره. الاهلي لو كسب كل ماتشاته الفرق بيني وبينه 6 نقط، ولسه الاهلي هيلعب بيراميدز، وهيلعب بيراميدز ماتشين وهيلعبك ماتش فلسه، واحنا في الدوري اللي قبل السنه اللي قبل اللي فاتت الدوري بتاع يعني فيريرا ده كان الفرق اكبر من كده، والزمالك رجع وقدر يعوض، فان شاء الله الزمالك النهارده يقدر يكسب. عايزين نشوف نفس الاداء بتاع مباراه الدور الاول، ونشوف الزمالك الممتع، مفيش لعيب احتياطي ولعيب اساسي، كله يبدا بنفس الروح، وباذن الله التوفيق للزمالك. يا استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، واشوفك دايما على الف خير. ربنا يخليك يا خالد، وكل سنه وانت طيب. اشكرك، بشكر حضرتك. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض، كان منورنا المحلل الرياضي استاذ محمد خيري، اتكلمنا معاه في حاجات فنيه كتيره بتخص مباراه اليوم امام طبعا نادي سموحه، اللي اكيد بنتمنى ان شاء الله نادي الزمالك النهارده يحقق 3 نقط مهمين يفرقوا مع الفريق في مشوار الدوري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واشوفكم دايما على الف خير.